تخسر في شنبك تطوله شوية. ها احكي لي احكي لي. في مرة من المراريد كان يا مكان في قديم الزمان، طيب قريب قبل فترة كذا، وأنا سنة خامسة في المدرسة، لا سنة ثالثة. حتى مستخسر في نفسك سنين الدراسة. ها كمل. المهم وأنا في المدرسة أنا مو منعت أي أحد يجيب سندوتشات من برا. طيب ليش جايب سندوتشات في جواد من برا؟ وقلت للطلاب إنه بيشتروا من المقصف، صح ولا لا؟ طيب أنت جايب سندوتشات ليه اليوم؟ إزال أبوي ما عنده ما عنده إيه؟ أبوي يضرب صعبة ولا يعطينا مصروف. أبوك ما يعطيك مصروف؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب خلاص بكرة تعلي الصبح وأعطيك بطاقة مجانية تستريبها من المقصف وما عليك بالفلوس. يلا قريب وجهك، يلا على فصلك. شكرا يا أستاذ. يلا شحات هيا قلنا يا عاد تحرك. يلا طيب واتضح يا ابو علي انه ولدك علي كان ياخذ فطوره من المقصف بالمجان، ايوه، ويروح يبيعه للطلاب نص القيمه. اوف وش كمان قول. والله يا ابو علي ولدك تعبنا وتعب كل الطلاب، يروح لكل طالب يقول له انا ابويا مسكين ما يعطيني فلوس، ما يعطيني مصروف، ياخذ نص فطوره. ايش يقول؟ ما مسكين ما يعطي فلوس ابوه؟ ما يعطيه، انك انت ما تعطيه مصروف. وغير كذا انه البطاقه معاه بجيبه. والبطاقه معاه كمان؟ ايوه. تعال حسبي الله ونعم الوكيل. بسرعه وين اصدق بسرعه بسرعه. يا ولد انا ما اعطيك فلوس ليش؟ شو سمعتي تجاره. انا حقك نسبه. متاكد؟ اسمع حمدين، اسمع حبيبي. ايوه انا اعرف كيف اربيه. اصله هذا الولد تربيه حريم. تعال تربيه حريم زي كده، تربية حليم، وانا حربي لك اياها، وانت انا حوريك فيه. خلاص ما صار اللي كله خير يا ابو علي. خلاص والتربية عشان اقول لك من الان حتبدا. التربية حتبدا من الان. خلاص يا علي روح الفصل. يلا خلاص النسبة راح تقل. اطلع برا. يلا خلاص يلا دقيقة. يلا التربية من الان التربية اطلع برا. اما انت انت عالق. اطلع برا يا شيخ اقلب انت كلك.
الملاعب، واحد اخذ منه سندويتش، واحد اخذ منه رشفة عصير، واحد مويه، مضبط اموري. طيب والفلوس وين وديت الفلوس؟ فلوس موجوده. وين؟ موجوده عندي، وكمان صار لها ارباح، وقلت بشرى ساره عشانك ابوي وعارف انك غلبان، نسبتك 5%. شكرا شكرا. اسمع انا عاد حرامي اقدم منك 50%. انا شديدك احسن لك، احسن لك 50% ولا لا؟ 50% ليه؟ 50% ولا لا؟ لا هذا تكرم مني، وانا قلت ابغى اعطيك تكرم مني، والمفروض انك ما تاخذ. لا تكون حرامي تسرقني خلاص. ما تبغى تدفع؟ لا. مرة؟ مرة. لا تزعل، لا تزعل، ترى انا ابوك واعرف كيف. يا مدير! يا مدير! يا مدير المدرسة! ايش بك ابو علي ساعد قاعد؟ يا مدير! تعال يا حبيبي. ايش بك ابو علي؟ يا ابويا انت والله ما انت داري، الولد ده كل يوم يسوي عليك افلام، وكان ياخذ الفلوس ويروح يشتري ويجيبه ويبيعه لصحابه ومدرسة وانت ايش الكلام ده يا ولد؟ انت أسلم عليك الفيلم يا حبيبي، كل يوم ياخذ من الفلوس. انت انت ما انت انت ما انت من يوم ما قال لي مدير انا توقعتك شيء كبير هتيجي كذا كذا، لا يكون عقلك صغير وتصدق. انت يكون عقلك صغير ولا قليل الادب. صح. ولازم تطلع برا. مين يطلع برا؟ اطلع برا هنا يعني نطير على فوق، انا لست من القواعد كذا يعني اطلع برا كذا، فهمت؟ والله ما عندك سالفه ولا خلاص. ايه لا تدف، ها لا تدف، لا تدف، ما عندك شخصيه. اطلع برا يا قليل الادب. وين اطلع برا؟ فوق ولا تحت؟ اختر الاجابه الصحيحه بسرعه معك 5 ثواني. مدير اقول لك اطلع برا. اصلا رايح اشوف تجاره جديده. قليل الادب قليل الادب. وبيني وبينك انت ليه؟ انا اطلع برا برضه. انا اطلع برا. عندي ما عندك كروت حق المقصف؟ عندي ولد ثاني وظروفنا صعبة. ايش العيلة دي؟ ظروفنا صعبة. اطلع برا برضه؟ عيلة زبالة. اطلع برا. ياه انت يظهر حالتك صعبة قوي، والمرض ده شكله كده وراسي. ليه؟ خضيتني يا دكتور، انت عرفت المرض؟ تقريبا، بس احكي لي، احكي لي حكايات كمان وكمان. دكتور انت تحب القصص، شكلك تحب السواليف. ها قوي قوي قوي. طيب خبي خبي بس تصير صاحبي، كل شيء يدق عليه واقول لك قصص قصص. والله انت قصص كذا تهبل تجنن. طيب مره كنت انا، لا مو انا، اول كنت كان زوج حرمتي وامها وحرمتي وابوي وامي، وبعدين انا. كان يوم زواجي، الزواج كان فيه عشاء وشكشكه، جايبين كنا رابح صقر، تعبت انا عرفتها. وكان الزواج كله كذا يجنن، مكلف 100,000 ريال. 100,000 ريال؟ ودول يعملوا كام بالسعوديه؟ عشانك انت يا دكتور حبيبي وصاحبي الكفاءه، انا ما حكذب عليك، ما اعرف، مخي ما قد وصل للارقام هذه يا دكتور، بس اتوقع كذا 70,000. انت عاوز تفهمني انك دفعت 100,000 ريال؟ مجنون انا يا دكتور، مجنون شايفني؟ ادفع 100,000، 5,000 اللي دفعتها مهر وبالتقسيط ومستكثرها كمان، بس اللي دفع 100,000 ابو البنت. بس ده فرحك وانت العريس، يعني انت اللي لازم تدفع. ولا علي ولا علي في الكلام ده يا دكتور، انا اهم شيء ابي اقول لك السالفه عشان تفهم القصه من الى بعد شويه. الوعد وين؟ العريس ما جاء الى الان، الساعه 12 لسه ما جاء.
جاي دحين انت عارف المواصلات زحمة والواد جاي بحافلة اقنعته يجي معايا في الدباب ما اريد يجي اصلك انت اللي يزوج منك طيبين ابغى اعرف وين كنت قلت لك انت في العمل يعني اسيب العمل اسيب القروش بج... خلاص انا ملحق على الزواج يا ود اليوم زواجك يوم فرحتك يوم عرسك يا ود استحي يعني تبغى الاوفر الثاني يروح عني مين ياخذه فلوس زياده يا ود اوفر عينك يا ود اوفر مين خليني امشي معه بس مداومك الساعه 5 ايش اللي جابك الساعة 12 وين كنت؟ عادي خلصت الاوفر تايم جيت يا ود اوفر تايم مين؟ يا ود اليوم زواجك اقول لك يوم دخلتك يوم عرسك يوم شياكتك يوم فرحتك يا ود استحي يا ود بعدين ايش اللبس اللي انت جايبه ده؟ يا ود يوم زواجك البس حاجة بيضة حاجة مزكرشة حاجة فيها تفرح عروستك جينا في الغلط انا ما كلمتك على ملابسك شوف شكلك كنت أكل ما كلمتك تكلمني على ملابسي أنا حر في شياكتي وأصلا بنتك ما حبتني إلا من أناقتي يا ود توبك ده لو مسكته كده تكسر صار بريو تعرف البريو صار زي البريو ما يصير إيش البريو ما إيش ماك ده إيش اللي لابسه أزوجك وأكلك وشربك وعرزك وأزوجك كله ببلاش طيب هذه المساعدة انت يمكن تجدي ابوك ما ساعدك لازم تساعدني انت زي كذا انا ما انا مسكين يعني ايش اسوي لك يا ود اقل حاجه اسوره كذب فاوسو اي حاجه بالكذب يا ود لا حركات الحريم هذه يلبسون الحركات دي ما احبها هذه حق النسوان ما بعدين بالله ايش اللي لابسه في رجلك ايش رايك فيه عمي هذا قله حياه هذا اسمه قله ادب اسمه شرقي لا والله شرقي 200 ريال كمان هذا بمية يا ود استحي يا ود جلده مصدي يا ود تقول شغال في حفرة بنشري يا ود عقل يا ود ده زواج مو لعب دي ليلة عمر يا ود امشي الحب يا عمي امشي الحب الله لا يبارك في الحب اللي زي كده مستقبل البنت صار كبد ونكد وسجن ابدي يا الله عليك يا عمي انا اقول انك حكيم وتفهم وش انا بادي ما ربيت الا من الحكمه تسمي انت الحين تسمي الحرص هذا كنا سجن هذا حرص يا ولدي الحرص انا ما احرص انا ابغاك تفرفش يا عرسه ابغاك تعطي اللي بقلبك ابغاك تطلع من الجيب اللي انت كابر يا عمي انت ما تعرف عيون الناس انا عندي عم اصحابي تكشخ يوم زواجه طرقعوه عين مات ما لا خاف من العيلة يا واد قول أذكار الصباح والمساء يا واد عيب عليك بعدين إيش الفرقة اللي جايبة دي من وين جايبة القمامة دي هذول أصحابي اللي جبتهم ومن أول قد يرددون نشيد يا ولدي ماني سامع إلا كوبليه واحد على حسابه أنا حاسبتهم بس على كوبليه واحد ليه تبذير ليه غاني كثير وواجع راس أغنية واحدة ليه كثرة الكلام يا واد اسمع مني خدي اسمع منك يا معفف والله اصمجك على وجهك كذا يوم زواجك وتقول لي حرص هذا مو حرص هذا مرض الا مرض ده مرض ومزمن كمان حد يعمل كده في يوم فرحه حد يعمل كده يا ابني المهم يا دكتور هذه كانت أول مرة واحد يقول لي فيها أنك مريض تشتتت كل أحلامي أنا مش ابتديت أشك أنا ابتديت أقلق ها وحصل إيه كمان المهم يا دكتور كيف شهر العسل يا واد أي شهر عسل عمي عندي دوام دوام ما عندي أغيب
يا واد، والتذاكر اللي اديتك هي في سفرك على باريس؟ عمي بعتها، مش بغابة. كيف بعتها؟ عادي بعتها، ما حستفيد منها، عندي دوام. تبغى النسبة لا تزعجني، خلاص اعطيك النسبة. انت تبغى تجلطنا وتجيب لي كساح في البنكرياس يا واد. الله يخليك عمي، اليوم يوم زبادي، لا تسوي اي شيء. بعدين لو رحت مريض مين يوديك المستشفى؟ حسبي الله عليك ونعم الوكيل، حسبي الله عليك ونعم الوكيل. بتجيب المرض انت؟ عمي ايش فيك كذا مره مكبر الموضوع؟ يا ولد يا ولد، ما عندي الا اني اقول الله يعينك يا بنتي على المرض اللي انت عايشة فيه. عمي انت ليه كذا تبغى تفرق بين قلبين كذا؟ عشان عارف بنتك متورطة في حبي، تفرق بيننا ليش؟ حبي يا ولد حبي. بيتك جاهز؟ جهزت بيتك؟ جاهز اكيد، جاهز نص كمان. الحمد لله. طيب في شيء ناقصك؟ لا الحمد لله، كله تمام؟ كله الحمد لله. المجلس موجود؟ ما احب الضيوف. يا المطبخ موجود؟ تلفون جيب اكل، مش المشكله؟ حسبي الله ونعم الوكيل. دليفري يا عمي، دليفري دفلر راسك، دليفري. طيب بشرني، اهم شيء غرفة النوم موجودة؟ الحمد لله جاهزة كل شيء. الله يبشرك بالخير. إذا في شيء ناقصك يا ولدي كلمني، قل لي ناقصني كذا. اهم شيء غرفة النوم، وانا اشكرك انك جهزت غرفة نوم. ولله الحمد لله. ناقصك شيء فيها؟ لا الحمد لله، السرير بس موجود، فراش حطيت الفراش موجود. يا ولد يعني ما اشتريت سرير؟ سرير عمي الله يخليك، انا بعرف المصلحه اكثر منك. هذه زوجتي، سرير الحين قريت انا قبل فتره في المجله والجرايد ان السرير يضر الظهر، وبعدين سرير ب 500 والفراش ب 200. عمي بالعقل يا عمي، حرام عليك. الله يكسر ظهرك يا واد. سرير غرفه نومك يا واد. انتم غرفتك تناموا يا واد. عش الزوجيه سموا القفص الذهبي، يعني انت وعروستك جوا غرفة النوم. انت قلتها قفص، ايش دخلك في القفص؟ انت خلاص ابو انتهت مهمتك، الحين هذه زوجتي. يا ولد ادور راحة بنتي. ضعيف اكثر مني؟ راجع مصاريف. يا ولد خدتك في عينك، قال لك ادور مصاريف. في شيء ناقصك ثاني؟ لا بس كله موجود الحمد لله. يعني كوميديناتك، تسريحتك، كلها موجودة؟ غرفة متر ونص كوميدينا واخذ زحمة. ليه؟ زحمة. يا ولد اللي يحطوا عليها الأباجورات، وش أبغى بالأباجورة؟ عشان نور، ونور أصفر غالي، النور الأصفر عمي غالي، في لمبة واحدة بس كهرباء يا عمي، والله كهرباء نار. يا ولد قلبي عمي الله يخليك، بعد الزواج يا ولد حسبي الله عليك ونعم الوكيل. عمي بعد الزواج يا ولد قلبي، يا ولد حبوس، جبت لي مرض يا ولد. لا تتلقف. لا 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 لا، ده انت كده مشكلة، ده انت خطر على الجيل كله، ده انت هتعمل مشكلة للاقتصاد العالمي والعربي والافريقي والمحلي كمان. يعني انا كده اعتبر مريض؟ ده انت عندك سرطان البخل وفقر في الكرم ومناعة في الصرف، ده انت لو مت هيغنولك مات بخيلا. ارحم نفسك يا ولدي. طيب لو علاج الحين؟ اكيد، بس محتاج قوت ارادة. موجودة. قناعة. الحمد لله. وشوية ادوية. دكتور بس الادوية دي غالية؟ غالية بقى ولا مش غالية، المهم ان انت تجيبهم علشان تخف. طيب انا كتبت لك على مجموعة ادوية والاسلوب اللي هتمشي بيه عليه، وتجيني بعد شهرين يوم الاثنين الساعة 5. طيب يا دكتور ممكن أسألك سؤال لو سمحت؟ اتفضل. الحين كم الخرابيط هذه من أول قاعدين نتكلم فيها، كم الفلوس؟ يعني علشان خاطرك وعشان خاطر الحاج مفلح 200 ريال. طيب كم يسووا هذا ولا بالسعودي؟ يعني عشان خاطرك وعشان خاطر الحاجة زهرة 400 ريال. 400 ليه؟ 200 ليه؟ الحين أنا اللي من أول قاعد أتكلم أكثر منك، يعني أنت المفروض تعطيني قروش مو أنا اللي أعطيك قروش. ولد أنا الدكتور، وانا اللي كتبت لك العلاج، بس واضح انك مش هتنجح لان اسلوبك ما اختلفش. اسلوب وما اسلوب، الحركات القديمه دي ها، لا تاكل بعقلي حلاوه. اسمع انا هعطيك 20 ريال حق الكشف، والورقه دي خليها عندك كشكول تكتب فيها الطلبات حق البيت، فاهم ولا لا؟ 20 ريال بس عشان الحج مفلح.
ايه ده يا سيد انت؟ شيل فلوسك دي، هو انا ايه؟ بشحت منك 20 ريال قال. والله تصدق انت اللي يبغى لك عياده نفسيه مو انا، واصلا حرام بك ال 20 ريال. يلا سلام. سلام. الو، ايوه حاج مفلح، شفت قريبك عمل فيا ايه يا سيدي؟ عاوز يديني 20 ريال حق الكشف، يرضيك كده؟ ايه كتير عليا يا راجل؟ ده انتوا عيلة باين عليها ضاربها السلك. المغنى سيبوا ليا وانت المعنى ستولار.